السادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بيكم في يوم جديد من 90 دقيقة. امبارح بدأت معكم البرنامج بتحية للمرأة المصرية وتقدير لدورها ومكانتها في المجتمع، وتكلمنا كمان عن جهود الدولة ومؤسساتها ورئيسها لدعم المرأة وتمكينها وإصدار القوانين اللي بتحفظها وتصون كرامتها. وما عداش كام ساعة إلا وحصلت حاجة أكدت كل اللي قلناه امبارح، حادثة كشفت لنا عن مكانة الست المصرية ودورها في المجتمع، وفي نفس الوقت أكدت لنا إنه رهان الدولة على المرأة المصرية دايما رهان كسبان. إحنا دايما لما بتحصل حاجة وحشة بنقول رب ضارة نافعة، واللي حصل امبارح في المنوفية ينفع نقول معاه كده بالظبط. طيب الحكاية يا جماعة ببساطة حصلت جوه قطر منوف طنطا، وللأسف مش حكاية جديدة خالص، حكاية متكررة الحقيقة بشكل مستفز وغريب ومريب كمان. كمساري القطر وقف يتخانق مع مواطن علشان ما دفعش التذكرة، فالركاب اتدخلوا عشان يهدوا الكمساري ويعمل حسابه انه ما ينفعش انه يهين راجل قدام بنته الصغيرة او اب قدام بنته الصغيرة بالشكل اللي حصل ده. لكن الكمساري للأسف كمل في عناده وكل الخناق وكمله وهان الراجل وضربه قدام بنته وعلى مرأة وعلى مرأة ومسمع من كل اللي في القطر. وفجأة ومن بين الركاب ظهرت ست مصرية أصيلة وجدعة وفتحت الموبايل بتاعها وصورت الواقعة كلها، وعرضت كمان يعني على الكمساري، مش بس انها صورت، راحت اتدخلت للخير، عرضت على الكمساري انها تدفع تمن تذكرة الراجل. قالت له انا هدفع له تمن التذكرة، وقالت له انه انت ما ينفعش تهين اب قدام بنته اللي كانت واقفة في القطر، الحقيقة كانت بتعيط بسبب اللي بيحصل لوالدها. المفاجأة بقى أو الصدمة الحقيقية إنه الحقيقة سيادة وجناب الكمساري باشا رفض إنه ياخد تمن التذكرة من سيدة قطار المنوفية. هنا بقى إحنا يا جماعة محتاجين وقفة. قبل ما اقول لكم ايه اللي عملته هيئه السكه الحديد وزاره النقل في الموضوع، مشكوره طبعا تدخلت بسرعه وعملت بيان عملت ايه. اول نقطه هو ايه حكايه الكمساريه والناس اللي شغاله في هيئه السكه الحديد، ايه الطريقه اللي بيتعاملوا بيها مع المواطنين دي. الحقيقة يعني المؤسسات اللي هم بيشتغلوا فيها مش كده، المؤسسات مش كده ورؤسائها مش كده، رؤسائها الحقيقة أحسن منهم. ليه هم مش بياخدوهم قدوة؟ يعني الحقيقة ده شيء محير جدا، لأنها مش أول وقعة من نفس الموضوع. الكمساري من حقه يشوف شغله، شوف شغلك، بس بالقانون بالاحترام بدون إهانة أي مواطن، خصوصا لو كان أب قصاد بنته. هتقولي يعني يسيب الراكب ما يدفعش فلوس التذكرة وماله؟ الدولة يروح عليها الفلوس، وده تسيب واستهتار. هقولك صح، انت صح، بس ياخد حقه بالاصول، ياخد حقه بالقانون. الراكب غلط، الكمساري ما يغلطش، اعمل محضر، اعمل اجراءات قانونية مش بالاهانة.
مش بالتجاوز. وهرد عليك برضو واقول لك، يعني هو حضرتك اللي انت عملته هو ده اخد الحق انك تضرب وتتطاول على الناس؟ هو ده اللي هيجيب حق التذكرة او حق الدولة اللي انت بتقول عليه والدولة بريئة منك ومن افعالك؟ يعني مش معقول تبقى الدولة عمالة بتشتغل وبتتعب وبتصرف ملايين عشان تحسين الخدمة ونوع القطارات، ويجي كمساري متعصب معرفش من ايه، متخانق في بيته ممكن، مش فاهم وظيفته، ويبوظ الدنيا ويخلي الشكل العام وحش بالمنظر ده. يعني هي دي خطة ممنهجة ولا ايه؟ هي وزارة النقل زي ما قال وزير النقل، يعني هل مثلا مخترقة بإرهابيين، بإخوان، بعناصر عايزة تعمل كده؟ أصله مش طبيعي، تكرهونا في حياتنا ليه؟ أنا برجو النهاردة من سيادة الوزير إن هو يفصل أي عنصر شاكك إن هو إرهابي أو بينتمي لأي جماعة إرهابية. أنا بعتذر، وقت أذان العشاء، هنطلع لأذان العشاء وهنرجع نكمل تاني. مشاهدينا معكم من جديد، وتقبل الله صلاتكم. كنت قبل الفاصل بكلمكم عن حادثة قطار منوف طنطا واللي حصل فيها تجاوز من كمساري ضد أب قدام ابنته، وكنت بطالب سيادة وزير النقل بتطهير وزارة النقل من كل العناصر الإرهابية واللي بتتعمد إزاء المواطنين المصريين علشان يشوهوا دولة مصر. طيب النقطة الثانية اللي بتكلم فيها أو عايزة أتكلم فيها، عايزة أقول إنه الست المصرية الحقيقة في كل فرصة وفي كل لحظة بتثبت إنها بمليون راجل. سيدة قطار الحقيقة أو سيدة القطار بتدينا درس في الاحترام، في الجدعنة، في الإيجابية، وما وقفتش ساكتة، لا اتحركت وحاولت تساعد وتحافظ على حق الأب قدام بنته اللي تهان، وكمان قامت الحقيقة بدور يعني كمواطنة دور إيجابي، وراحت بالشكوى بتاعتها للمسؤولين، ودي حاجة عظيمة جدا انها تصرفت مثل هذا التصرف. طيب النقطة بقى الثالثة والمهمة، انه سيدة قطار منوف والحوار اللي دار ما بينها وما بين الكمساري يثبت قد ايه المواطنين عندهم ثقة في مؤسسات دولتهم او في دولتهم، وانها قادرة تجيب حقهم حتى لو من كمساري موظف حكومي. انا قصدي انه موظف، يعني موظف حكومي برضه هيتجاب حق المواطن، مفيش حد فوق القانون. ليه بقول كده؟ لانه السيده هناء قنديل اللي هي سيده قطار منوف كانت الحقيقه شجاعه واثقه جدا، وهي بتقول للكمساري بتضرب الراجل ليه قدام بنته؟ حرام عليك. وفعلا حرام عليك، ليه كده؟ ولا حتى لو مش قدام بنته ليه تمدي ايدك عليه؟ مين انت تكون؟ والفيديو ده، وقالت له كمان ان الفيديو ده هيروح للوزير النهارده ثقة منها في الوزير. الكلمتين دول معناهم اننا قدام مواطنة مصرية شافت غلط وعندها ثقة كاملة ان وزير النقل مش هيسمح، واحنا متأكدين انه مش هيسمح باللي حصل ده، وحق المواطن هيجي حتى لو كان الخصم هنا موظف في هيئة السكة الحديد.
لا، وفي بقى حق إنساني أنا شخصيا من منبري هنا من 90 دقيقة إحنا هنا بنطالب بيه وأنا بطالب بيه. الموضوع مش مجرد حق قانوني، لا سيادة الوزير، الموضوع مش حق قانوني، وبقولها من هنا أنا بأطالب وزير النقل إنه يجب إن الكمساري ده يبوس على راس الراجل ده قدام بنته. الراجل ده اتهان قدام بنته، ولازم تترد كرامته قدام بنته، ودي أقل حاجة ترجع له اعتباره. أنا واثقة إنه الموضوع ده هيحصل في مكتبك يا سيادة الوزير. وأنا الحقيقة بشكر وزارة النقل ووزير النقل على البيان اللي أصدرته النهاردة. لكن أنا من حقي أدافع عن المواطن المصري وأوجه الشكر لسيادة الوزير. القصة أبدا ما تنتهيش بوقف الكمساري وتحويله للتحقيق، أبدا لا. الغلط وارد يحصل ويحصل تاني، المهم رد الفعل. فكل التحية تاني بقول للست المصرية الأصيلة وشجاعتها، وكل التحية للمسؤولين في وزارة النقل على حسن تعاملهم مع الموقف. ويا رب نفهم ايه اخر التصرفات الكمسارية دي اللي عليها علامة استفهام، او بعض الموظفين اللي بتجاوزاتهم واهمالهم بيبوظوا كل صورة حلوة في البلد. احنا بلدنا حلوة وتحيا مصر. النهاردة هنقول بقى اهم الاخبار النهاردة. اول خبر معانا، اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للبنية الأساسية الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة بما تشمله من مرافق وطرق ومحاور داخلية، وكذلك المجمعات السكنية الرئيسية والحي الحكومي. وشهد الاجتماع كذلك استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، كما تم عرض الموقف التنفيذي فيما يخص أعمال قطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها البنية التحتية للاتصالات والخدمات المعلوماتية والميكنة الشاملة والتحول الرقمي للوزارات وبرامج تدريب الموظفين على نظم المعلومات الجديدة وتنمية المهارات، فضلا عن استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية نقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. الخبر الهام التاني معانا النهاردة، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية، وذلك في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور، بحضور السيدة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى جانب كل من السيد دينيس إريك الراعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجذور الشبابية، وبحضور رئيس الجالية اليونانية في مصر. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالوفد الشبابي من اليونان وقبرص في بلده الثاني مصر، مشيرا سيادته إلى أن إطلاق مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية قد جاء استنادا للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث والممتد عبر آلاف السنين، كما تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثر أو إرثا إنسانيا. الخبر الآخر لدينا اليوم، أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس برهام صالح رئيس جمهورية العراق،
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن خالص تعازي مصر حكومة وشعبا في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار في العراق، داعيا سيادته الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل. من جانبه أعرب الرئيس العراقي عن خالص تقديره للسيد الرئيس في تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيرا إلى أن ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة. من أهم الأخبار لدينا اليوم، التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك على هامش عقد الاجتماع 13 للجنة التعاون العسكري المصرية الصربية بالقاهرة، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل البلدين. نروح نشوف فيديو عن هذا اللقاء ونرجع تاني. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد الدكتور نيبوشا ستيفانوفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية صربيا وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية. من جانبه أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير دفاع جمهورية صربيا بدور مصر المؤثر والفعال في محيطها الإقليمي والدولي وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في المجال العسكري بين الجانبين. حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحق العسكري لجمهورية صربيا بالقاهرة. حفظ الله مصر وجيشها وشعبها. عقد وزير الخارجية سامح شكري مباحثات اليوم الثلاثاء ببروكسل مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية ببلجيكا. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وبلجيكا. ويواصل الوزير شكري زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث عقد سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه الأوروبيين بالإضافة إلى كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي وسكرتير عام حلف الشمال الأطلسي الناتو. كما قام شكري خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. الخبر الآخر لدينا اليوم من وزارة الصحة، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن المشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما سيضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجال تجميع وتصنيع مشقات البلازما. موضع أن مصر من أوائل الدول العربية والإفريقية التي سعت لتوطين هذه الصناعة بهدف تأمين احتياجات المرضى من المستحضرات الدوائية المشتقة من البلازما.
جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان يوم الثلاثاء مركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة لمتابعة الاستعدادات النهائية للعمل بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. يرافقها كل من الدكتورة نيفين النحاسة المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني بالوزارة والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزيرة للتكنولوجيا المعلومات والمهندس خالد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أن الوزيرة اطمأنت على الانتهاء من جميع التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمركز تمهيدا لاستقبال المتبرعين، حيث يعمل المركز بطاقة استيعابية 17 كرسي وجهاز لفصل البلازما ووحدة تبريد لحفظ البلازما بسعة تخزينية أكثر من 4000 كيس بلازما، مشيرا الى ميكنة جميع الخدمات بكافة مراكز تجميع البلازما على مستوى محافظات الجمهورية. واضاف ان الوزيرة وجهت بتخصيص فريق ثابت من التواصل المجتمعي للتواجد بجميع مراكز تجميع البلازما لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين وتعريفهم بأهمية وشروط التبرع، وكذلك استمرار التبرع الدوري بالبلازما بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما بالإضافة إلى أعمال النظافة والتخلص والآمن من النفايات الخطرة وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى، مشددة على أهمية متابعة الصيانة الدورية لجميع الأجهزة. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل بقية حلقتنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. امبارح كلنا صحينا على خبر الحقيقة قاسي جدا صادم، هو خبر موت كريم صبري أخو المطرب رامي صبري. وتضاربت الأخبار حوالين طريقة موته، هو مات إزاي وأسباب موته، ومحدش الحقيقة في كل القصص والروايات اللي سمعناها كان عنده دليل على صحة روايته خالص. كل الناس بتقول اللي مش عارف حصل ايه وده مات ليه وبتاع، بس محدش جايب الحقيقة الموضوع ليه مصدر. فعشان كده احنا معانا النهاردة شخص كان الحقيقة اقرب الناس لكريم الله يرحمه، هو صادق عادل، علشان يقول لنا الحقيقة، والصديق المقرب للمرحوم كريم صبري. اهلا بك يا صادق. اهلا بحضرتك. بعزيك الاول وبقول لك البقاء لله، ربنا يخلي حضرتك واخر احزانك ان شاء الله، والله يصبرك انت واصحابه واهله واسرته كلها يا رب. وانا عارفه ان انت لسه جاي من العزاء دلوقتي. قول لي، يعني انا عايز اعرف الاول، انت تعالى نبدا من الاول مش من الاخر. اوكي. اتعرفت على كريم ازاي؟ تعرفه بقالك قد ايه؟ انا كريم عشرة عمري اعرفه من وانا عيل صغير، لان هو واخوه كان مع اخويا الكبير في المعهد، وانا كنت معاه طول عمري. رامي بالظبط، كان مع اخويا هشام في معهد موسيقى. وانا كريم عشرة عمري اعرفه من وانا عيل صغير 11 12 سنه، يعني اعرفه فتره من سنين طويله يعني. وبقينا قريبين مع بعض، كل ما بنكبر اكتر وكل ما بنبتدي نبقى في مجال واحد فبنبتدينا نقرب من بعض تقريبا، وبقينا اصحاب فعلا من وانا عندي 15 16 سنه، بقينا على طول بقى مع بعض، يعني بقينا شله يعني يعتبر واحده. طيب عايز اعرف يعني شخص، احكي لي عن شخصيته.
هو كريم شخص اولا مرح جدا، بيحب يبسط وبيحب يبسط الناس دايما اللي بتبقى معاه، شخص شكله بشوش، مريح نفسيا، فنان بشكل بشع، فنان قوي قوي اكتر من ناس كتيره موجوده في المجال دلوقتي، ويمكن يكون ده سبب من الاسباب المهمه اللي خلت كريم يبقى مكتئب الاكتئاب اللي هو كان فيه ده. طب قبل ما تكمل دي تعالى نبدأ بقى ندخل على الآخر، معلش أنا عشان أنا يعني في إجابات أنا عايزة أو معلومات أحصل عليها منك مهمة للسادة المشاهدين، فعشان كده أنا بسياق الحوار هيبقى ملخبط معنا شوية. تعالى نبدأ من النقطة المشتعلة، إحنا صحينا على خبر انتحار شقيق المطرب رامي صبري كريم بإلقاء نفسه في ترعة الماريوتية بعد هروبه من مصحة العلاج الإدمان، علاجه من الإدمان. لا، هو أولا كريم عمره ما كان شخص مدمن، كريم عمره ما كان بيشرب مخدرات. لا لحظة بقى، عيد لي تاني. لا دي حاجة لازم عيدها الناس تاني وبعلو الصوت، لأن أنا دي أكتر حاجة أهراني فعلا في البني آدم ده، إن ليه الناس تبقى بتقول حاجة مش فيه حقيقية. هو لا عمره كان مدمن، ولا عمره كان بني آدم بيشرب مخدرات، ولا عمره دخل مصحات ولا هرب من المصحات. ده بني آدم بيسعى يوميا إن هو ينجح ويبقى بني آدم في الساحة، ولا عمره كان بني آدم بالشخصية اللي هم رسمينها دي. ده يعني اللي أنا أعرفه، إن حتى لو ده بني آدم فيه حاجة وحشة إحنا ربنا ستره، المفروض إن إحنا نستره بعد ما ربنا يعني يفتكره، وكمان بنعيب في حاجة مش فيه، فدي حاجة حرام جدا، لأن لا عمره كان مدمن ولا عمره دخل مصحات. هو الحاجة الوحيدة اللي يعني ممكن... يعني يا صادق كل الأخبار اللي نزلت عنه إن هو غلط. كان مدمن وبيتعالج لا في المصحة غلط. من الإدمان كانت أخبار خاطئة أو مفبركة لا غلط أو غير جداً. صحيحة غير صحيحة بالمرة. طيب خليني أسألك سؤال، طب لما هو مش مدمن دخل المصحة ليه؟ كريم صبري كان في حالة اكتئاب شديد بسبب ان هو اولا احنا كلنا عارفين ان الفترة دي الميديا عامة اوفر اول فيها مشاكل وفيها ان الدنيا بايظة فيها، فهو بني ادم كان عنده امل ان البومه ينزل الفترة دي، لقى ان الدنيا اتقفلت ولقى ان كل حاجة حتى الناس الكبيرة في المجال مش عارفة تشتغل. معلش معلش عشان اتوقف عند الميديا، بالعكس ده احنا في ازهى عصور الميديا دلوقتي، بس هوضح لك. انت تقصد ان هو عنده موهبة او سوء مثلا تسويق نفسه طبعا. او انه محتاج. انت قصدك كده زيه بالظبط، زيه زي اي شاب تاني عنده موهبه ومش مش لاقي الطريق. ده حقيقي. طب اتفضل كمل. هو محتاج دعم، ومش من حد من قريب منه، لان هو اولا عنده عزه نفس جدا، ودي حاجه هنرجع لها تاني هقولها لحضرتك. هو كان محتاج شركه انتاج، محتاج اولا دلوقتي ما احنا عارفين ان اليوتيوب بقى هو كل حاجه، اعلانات اليوتيوب محتاجه فلوس كتيره جدا، محتاجه دعم مادي كبير جدا عشان يعرف ينزل 10 اغاني البوم كامل تقريبا. فعلا ما فيش انتاج رقم كبير، انا المليون مشاهده برقم كبير عشان يعرف يجيبه، هو لو جاب اقل من كده هيبقى ما نجحش. وبالنسبه لان اسم كريم صبري اسم كبير، اقل من مليون يبقى ما نجحش، لان دلوقتي احنا في عصر بيجيبوا 200 مليون و300 مليون في 3 ايام. فلما يبقى المهرجانات بالظبط، الله يبقى بالظبط، لما يبقى كريم صبري اخو رامي صبري ينزل بتراك يجيب 300 الف، ده لو جابهم اصلا من غير اعلانات يبقى ده حرام، وده يعيب في موهبته الكبيره جدا. يعني هو محتاج زي ما عنده موهبه كبيره، محتاج حد يبقى مصدق الموهبه دي فيصرف عشان خاطر يعمل له نزول للالبوم بتاعه بشكل يليق بيه. فطبعا هو كان مكتئب اكتئاب حاد بشكل بشع، اكيد اهله خافوا عليه. انا يعني كان مصاب بحاله اكتئاب، اكتئاب شديد جدا نتيجه عدم اكتشاف موهبته بالزبط. وانه عنده حلم عايز يحققه وما عرفش يحققه، والله العظيم بقاله سنين بيحاول يعمل ده، وللاسف ربنا ما اردش ان ده يحصل لسبب اكيد ربنا هو الوحيد اللي اعلم بيه. لكن هو طب مثلا ما لجاش ليه رامي انه يساعده مثلا؟ اخوه نجم كبير يعني. طيب اولا انا واحد من الناس، اخو ايمن بهجت قمر الشاعر، انا ما احبش ان ولقد خدعتني فعلا. انا كمان اختي حضرتك تعرفيها وفاء صادق الممثله، احنا عيله. انت اخو ايمن وفاء؟ بس ايمن اخويا من الام. اجمل ناس. ايمن اخوهم من الام. ايوه انا بحييهم طبعا يعني، ربنا يخلي حي وفاء وبحيي ايمن، ربنا يخلي حضرتك وبحييك انك انت ما قلتش ولا ذكرت يعني. لا بالعكس، دي حاجه انا ما حبش تعتمد على هو بالظبط. هو نفس المشكله، هو ما ينفعش. كريم كان زيك
ما ينفعش رامي. هو كملي. رامي دعمه على فكره جدا وعمل له دويتو ونزل معاه في اول حياته. لكن ما ينفعش رامي حتى يفضل لو يفضل يساعده طول الوقت بالظبط، حتى لو كريم موهبه فذة هيقولوا في الاخر ما هو عشان اخوك فانت بتفرضه علينا. فما ينفعش، لازم زي ما رامي كبر لوحده وزي ما ايمن كبر لوحده احنا برضو عايزين نكبر لوحدنا، عايزين نجتهد. فعلا انا سمعت ان رامي قال كده حقيقي، وهو كريم نفسه عايز كده، كريم عايز يكبر لوحده، عايز يكبر بمساعده الشله اللي حواليه زي ما الناس كبرت. ما هو محدش بيكبر لوحده، دايما بيكبروا مع بعض، بيطلعوا مع بعض. فهو على فكرة كان نفسه. انا سمعت صوت كريم الله يرحمه، تحفه تحفه الله يرحمه. انا بكيت بكى امبارح والله، انا لغايه دلوقتي يعني والله ما مصدق ان هو توفى. جسمي بصراحه من صوته الحلو. يا ريت يا استاذ تامر ما تقدرش تنزل لنا كده صوت كريم الحلو، ينفع؟ انا عارفه اني فاجئتك، لو مش هينفع خلاص اتفضل هنكمل وهنشوف. كريم كان صوت جميل بشكل كبير قوي، وكل الوسط عارف كريم وعارف قد ايه هو بني ادم خلوق حبيب. وبني ادم بجد عنده عزه نفس كبيره جدا، لا عمره يقبل ان يروح لحد يقول له لو سمحت ساعدني او لو سمحت اعمل لي. كرامته كانت الدعم طبعا علي. الدعم ده حاجه، ده غير ان كمان احنا كعيله ككل الناس اللي عنده عيله فنيه بيبقى غصبا عنه مظلوم. ليه؟ مش هينفع يروح زي بني ادم طبيعي يقول لحد ساعدني، هيقول له ما تروح لعيلتك تساعدك. لانه كمان ده للاسف ان هو دلوقتي مرفوض من المجتمع. يعني المجتمع رافض انه يكون مثلا انا اخويا او جوزي او ابويا، انه ضد انه يكون في مشارك او مساعد، يكون الاخر هو قريب او زوج او انه يساعدك، او ده مرفوض من المجتمع. ده حقيقي، وبيصنفوه يعني ان هو مش موهوب، ان هو عشان طلع عائله على الفن بسبب على حس اخوه يعني بالظبط. فكريم ما كانش هيقبل في يوم من الايام ان بعد الموهبه اللي ربنا مميزه بيها دي كلها ما تتشافش، واللي يتشاف بس ان هو طالع عشان اخو رامي. فدي حاجه كانت هتتعبه اكتر ما هو دلوقتي كان تعبان الله يرحمه. انا لغايه دلوقتي وحياه ربنا انا ما مصدق ان انا كنت في العزاء بتاع كريم، لان انا كريم بالنسبه لي شخص من اخويا صاحبي. طيب ربنا يعني. صادق، انا كنت عارفه انه كريم شغال على البوم قبل وفاته بالظبط، وانه هو خلص منه تقريبا 90% بالظبط. فايه ظروف الالبوم؟ طب هينزل؟ مش ممكن ينزل او ما نزلش ليه كمان؟ هو ما نزلش ليه؟ دي للاسباب اللي انا لسه كنت ذاكرها لحضرتك، ان طبعا عشان ينزل هو محتاج ينزل بشكل كويس يليق بالالبوم الدسم اللي هو عامله، بيليق بموهبته. فبالتالي هو محتاج فلوس كتيره جدا عشان مش بس ينفذ الالبوم، عشان ينزل صح. فكان مستني حد يعرف يساعد في ده، يتسوق له، ينتج له. ومش بس كده، ده كمان هو هيستثمر فلوسه في موهبه فعلا هتكسبه فلوس كتيره هو جدا. ده غير انه هيبقى موفر فوق ال 90% للمنتج اللي هيجي ده، لان الناس عايزه تخدمه. دلوقتي الالبوم ده هيكمل ازاي؟ ما هو هيكمل بدعم اصحابه، هيكمل بدعم كل الناس اللي عايزه تعمل اي حاجه عشان الالبوم ده ينزل، بعد موافقه رامي واهل كريم طبعا. هم اللي هيقرروا ينزل ازاي وبالشكل ازاي عشان الكوبي رايتس والحاجات دي. ويمكن الناس يعني تكريما ليه بعد ما حصل ده، يمكن الناس تبقى عندها يعني صحوة وانها تعمل ده ليه يعني. وكان نفسي ده يتعمل وهو موجود والله في وسطنا، كان يعني هيبقى هو محتاجه جدا. بتضايقني لما بتقولي للأسف كده. بس انا بسبب، بس في اخر الحلقة هقول لك بسبب موضوع كريم الله يرحمه، الله يرحمه، وانه بسبب يعني سبب وفاته انه ما قدرش يحقق حلمه ليه. انا في حاجة هعملها في البرنامج السبب فيها كريم الله يرحمه. بس كمل كلامك. طيب استاذ تامر معلش، انا عايزة اعرف هينفع ولا لا ان ننزل اغنية كريم؟ بتحاولوا؟ طيب انا ليها علاقه بحقوق الملكيه الفكريه، طب حاولوا برضو معلش. هو عنده كمان حاجات منزلها بصوته القران، وهو كان بيحب دايما يصلي. طب شوفوا لنا يا جماعه حتى القران اللي موجود على اليوتيوب، ده حلو ده برضو. في حاجات كده ممكن يا استاذ تامر. طيب اخر مره شفت فيها كريم انتوا شغلتوا حاجه؟ الله انا حابه ماضي وذكرى ليك، لو كان عليك صعب تبكي عينك عليا، مستحيل هتحن ليا، وانت بعت هوايا ضيعته بايديك، ما سالتني كان فارق معاك لو هعيش.
سألتنيش ولا حتى كان فارق معاك لو هعيش أو هموت من غير هواك. طب أقول لك إيه ويفيد بإيه كل الكلام وحيفرق حاجة توجع القلب. ألف رحمة ونور وروحه الطيبة وصوته الجميل وإحساسه جميل صوته مليان إحساس ودي لحنه على فكرة لحنه؟ آه ده كان ملحن ملوش حل. ربنا يا رب يرحمه يا رب ويجعل كل اللي بيحصل ده في ميزان حسناته. بجد حاجة تصدم وتقهر جدا ومش عارف أوصل لحضرتك إن أنا لغاية دلوقتي فعلا مش مصدق إن كريم ما بقاش معانا. كريم لسه كان من كام يوم معانا وبيكلمنا وعلى الفيسبوك يخش يهرج معانا وحاجه يعني تقهر بجد والله العظيم. الله يكون في عون اهله ومامته طبعا. قول لي انت جاي من العزاء مامته حالتها ازاي ووالده حالته ازاي ورامي حالته ازاي؟ حاجه تقطع القلب طبعا, حاجه تقطع القلب جدا وحاجه لان هو كمان اصغر اخواته في الرجاله يعني فحاجه متعبه جدا وهو اللي كان عايش مع والدته فحاجه صعبه قوي يعني. ربنا يكون في عونها يا رب ويصبرها ويقدرها على اللي هي فيه ده لان حاجه متعبه جدا. بالذات كريم كمان كان من الناس اللي لما بيبقى في مكان بجد ما بيديش فرصه لحد يتكلم من كتر ما هو بجد بيبقى مالي المكان وبيبقى مخلي القعده كلها حلوه وضحك وفيها بهجه كده ولذيذ وعسل. الله يرحمه يا رب ويغفر له. مش عارف والله ايه اللي المفروض يتقال. كلمني عن اخر مره شفته فيها. انا للاسف انا كنت بس مسحول شويه الفتره اللي فاتت دي بعيد عنه لان كانت والدتي تعبانه شويه فكنت بعيد عنه شويه, لكن كنا على طول على اتصال وكنا على طول بنتكلم. وهو في شخص لازم نذكر اسمه من اكتر الناس اللي وقفت مع كريم, محمد شفيق الموزع. هو موزع معروف ومشهور ما شاء الله ليه انجازات كويسه. ده من اللي اكتر كان الناس شغال معاه الالبوم الاخير بالظبط وهو من الناس اللي فعلا طول عمره واقف مع كريم ومن اكتر الناس برضو القريبه من كريم. وكان هو الفتره دي بيكلمه على طول عشان يبقى فيه بلانز للالبوم بتاعه وعايزين يعملوا افكار جديده. وكان لسه منزل غنوه من مفيش كام يوم عن مصر حاجه وطنيه يعني. ف هو ده الحاجة يعني اتبلغت ازاي بموته؟ والله اولا معلش يعني هو دلوقتي انت بتقول انه كان عيان وكان عنده اكتئاب. طيب وعرفت ان هو دخل المصحة ولا لا؟ العلاج النفسي احنا ما لحقناش نعرف ازاي لانه كام ساعة وحصل كده. هو ما لحقش يقعد فيها, ما لحقش, ده راح كام ساعة حصل فيه كده, ده ما لحقش يبات حتى كام ساعة. ولكن قبلها ما عرفتش؟ قبلها ما عرفتش لان قبلها ما فيش بكام يوم كنا بنتكلم عادي وعلى الفيسبوك بنتكلم عادي والدنيا زي الفل ما فيش حاجة. مكتئب تعبان وكلنا مكتئبين وكلنا عندنا هموم الدنيا. بس هو كان هو شديد فنان قوي, اكتئاب شديد شوية, حساس قوي. قصدك هو حساس قوي واحساسه حضرتك سمعتي صوته دايما اللي هم اللي عندهم احاسيس مرافه هم اللي بيبقوا عندهم سهولة الاصابة بالاكتئاب والامراض النفسية. وهو كمان شخص مش بيحب يتكلم ما بيحبش يشتكي, مش شخص شكاي خالص. فكان بيشيل ده لوحده, كان يقفل على نفسه ويختفي عن صحابه شويه وهو يواجه ده لوحده. فطبعا دي حاجه مش صح, المفروض انه يتكلم يطلع من جواه. فده كان سبب من الاسباب اللي جايز, وده حاجه انا يعني بخمنها من دماغي, يكون والده حب يشوف له مثلا حد يساعده كدكتور, حد متخصص في ده فدخله المصحه دي, فدخله لدكتور متخصص. هو بقى معرفش ايه التفاصيل بالظبط اللي حصلت وصلت النهايه دي, مش عارف. كريم بيعرف يعوم كويس جدا ما انا مستغربه. أنا ده صاحبي يعني ده بيعوم كويس جدا وانا مش فاهم ولا حد فاهم من صحابه ايه اللي وصل الموضوع لانه يبقى في المكان ده. انا مش عارف, حاجه غريبه جدا بصراحه. وانا كمان كنت بتكلم مع شيرين زوجة رامي صبري وقالت لي ان هو كمان لما يعني مع الجثه بتاعته انه لقوا انه البطاقه جوه في جيبه, لكن المفروض انه عاده انه البطاقه بتتسلم فهناك انه اي نزيل مصحه نفسيه انه بياخده او بيسلم بطاقته. فايه اللي خلى بطاقته ترجع له وايه اللي خلاهم ان هم يعني يجروا وراه؟ وان هم انا سمعت معرفش يعني الروايه دي يرموه بالطوب وحاجات غريبه جدا. يرموه بالطوب ليه؟ بص انا هقول لحضرتك, موقع الوطن نشر شهاده لشاهد عيان بانه قال انه شاف انه اللي بيجروا وراه من المصحه انه كانوا بيحدفوه بالطوب. هو ده للاسف لسبب
ان رامي صبري طبعا هم شايفين عموما إن انا واثقه في نزاهه التحقيقات المصريه ان هتقول لنا على السبب، بس اتفضل. هو اكيد السبب ان هم شايفين ان كريم ورامي دول بالنسبه لهم صفقه كبيره، فمش عايزين يخسروا كريم كزبون في المكان. بالنسبه لهم طبعا هو زبون مش اكتر، وكمان حد هيبقى بيدفع لهم فلوس كويسه طبعا. فاكيد هو ده اللي حصل، ده استنتاج شخصي مش حاجه بيجروا ورا عايزين يمسكوه. فهو تقريبا هنستنى تحقيقات النيابه وهنعرف اكيد الحقيقه هتظهر وتبان، وحق ان شاء الله كريم هيتاخد باذن الله. عايز اسالك بقى سؤال يا صادق، ايه اكتر اغنيه، انا عارفه ان انت كمان بتغني صح، عشان كده حطيت لك مايك هنا، ايه اكتر اغنيه كان بيحب يسمعها منك وعايزاك انك تغنيها؟ ممكن يعني يشرفني طبعا. هو كان من اكتر الاغاني اللي بيحبها، انا كنت عامل كام اغنيه فيلم زي فيلم محطه مصر و45 يوم، كان هو بيحبها جدا. انهي واحده بقى اللي هي بتاعت فيلم 45 يوم احمد الفيشاوي؟ طب تغنيها؟ يا ريت. طب تقدر يعني انا عايزه اغنيه كمان ينفع انها تكون رساله لي؟ هي رساله لي يعتبر برضو. طب اتفضل اتفضل. ما تكلمش لكن سكوته بيعترف، مش لازم كل حاجة في حياتنا تتعرف. لكن سكوته بيعترف، مش لازم كل حاجة في حياتنا تتعرف. واحد بعد اللي فات اكيد ملهوش مكان، ما هو مش دلوقتي مادة ميت من زمان. واحد بعد اللي فات اكيد ملهوش مكان، ما هو مش دلوقتي مادة ميت من زمان. الله يرحمه، الله يرحمه وربنا يكرمك ويصبرك وتقدر تحقق حلمك ان شاء الله باذن الله. وانا بعزي اسرته كلها. انا بشكرك جدا صادق في نهايه فقرتنا. وفي النهايه يا جماعه انا عايزه اقول يعني اكتر من حاجه، انا ليه قررت استضيف صادق النهارده وافتح الموضوع لكذا سبب. اول سبب هو انه تضارب الاخبار والروايات حوالين سبب موت كريم وطريقه موته وظلم شخص وهو عايش وهو متوفي، يعني وهو عايش كان تعبان بسبب انه ما حدش يساعده انه يحقق حلمه، وهو متوفي انه طلعت اخبار عنه خاطئه، فحبيت ان احنا على الاقل نلحقه وهو في قبره ونديله حقه اللي ما اخدوش في الدنيا، بأننا نعلن عن السبب الحقيقي لموته على لسان أقرب المقربين له. والحقيقة في حاجة تانية كمان برضو عايزة أقولها، أنه يمكن موت كريم سبب النهاردة أني عايزة أقول أنه اتولدت فكرة في 90 دقيقة أنه الشباب، يعني أنا برضو عايزة أقول أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أكبر داعم للشباب، بس يا جماعة هو مش هيمسك كل شاب عنده موهبة ويقعد يساعده، يعني المفروض ده واجبنا إحنا. يعني أنا كبسمة هنا من منبري هنا أنا شايفة أن أنا عندي دور لازم أؤديه، ألا وهو إيه؟ أن أنا هساعد، أني أنا هنزل اللينك الرابط بتاع الصفحة، وعايزة كل الشباب اللي زي كريم واللي زي صادق وعايز انه يكتشف موهبته وعايز انه حد يساعده، واللي عايز يغني، اللي بيقول شعر، اللي بيمثل، انا بفتح شاشة 90 دقيقة ليكم تكون جسر معبر ليكم، وابعتولي على الصفحة وهيحصل انتقاء للأفضل، وهعرضه من خلال شاشتنا كل شهر ليكم حلقة مخصوص، والناس اللي هي هتبقى هنختارها علشان نعرضها هجيبهم هنا وعلى الترابيزة دي وهقدمهم للمنتجين والمسؤولين، وده كده أنا هكون عملت دوري
اللي عليا، اللي بعد كده دور بقى المسؤول اللي هيتلقى بعد كده. فأنا شايفة إن إحنا الشباب دول لازم نقف جنبهم ونساعدهم، ما نستناش لحد ما يموتوا زي ما مات كريم وأقول إنه أنا هنزل، أنا هساعد وأنزل الألبوم بتاعه، ما هو عايش. وبعدين يا جماعة يعني ليه الاكتئاب؟ يعني أنا مبسوطة جدا في فيلم بتاع الفنان الجميل المطرب تامر حسني، عامل فيلم رائع جدا. أنا دخلته الحقيقة في رسالة بيقدمها للناس، بيقول إنه لازم كل واحد يبقى عنده حلم، بس مش تحلم وتقف، لا تحلم وتحقق. مش تحقق، طالما ما تحققش بسهولة حارب لحد ما تحقق حلمك، كافح عشان يتحقق حلمك، ما تستسلمش. أنا سمعته امبارح بيقول مع الزميل عمرو أديب، قال أنا كان بيعدي عليا أيام أنا ما كنتش بلاقي آكل فيها. شوف لما مطرب كبير زي تامر حسني إنه يقول بكل تواضع ده، ليه بيقوله؟ هو ليه بيقول كده؟ قال كده علشان يحس الشباب ان هو مش بفيلمه بس، لا بحياته، انه يقول لهم كافحوا عشان تحققوا حلمكم. في حاجة تانية كمان عايزة اقولها يا جماعة، بالراحة على الناس، بالراحة على الناس، بلاش افتكاسات ان انا اطلع اشاعات ليس لها وجود. واهل الصحافة انا بترجاكم رفقا بالفنانين، رفقا بالشخصيات العامة، رفقا بأسرهم. يعني لما تبقى والدة اللي لسه في قبره، وإن هو ولا هي ولا والده ولا أخوه ولا أخته، إنه يقروا في الصحافة وإنه يلاقوا إنه مكتوب إنه هو اتوفى عشان مدمن، يعني لعنة الله على الشير واللايك يا جماعة والفيوز. صح والله، صراحة لعنة الله عليها. إمتى هنخلص من هذه الآفة؟ يعني ما عنديش حاجة أكتر من كده أقولها، وبشكر صادق مرة تانية، وألف ورحمة ونور على روح كريم. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نكمل بقية حلقتنا. نزلنا وقفنا في الشارع وجيش قرر ومش راجع، في ثورة جمعت بينا في يوم 30، رئيس خاين ودي طبعته، ده رئيس بس لجماعته، وضحكوا علينا من الأول باسم الدين. لنا إخوان ولا سلفي، أنا مسلم أنا مصري، نزلت وهم كان بلدي في يوم 30، قالوا إسلام وشرعية. طيب نروح لفقرتنا ساعات وتطير البعثة المصرية لطوكيو للمشاركة في الأولمبياد. الحلم يراود الجميع لتحقيق ميدالية أولمبية ورفع علم مصر في المحافل الدولية. شرف كبير المشاركة في الأولمبياد، ولكن الشرف الأكبر هو التتويج بميدالية أولمبية. وإن شاء الله البعثة المصرية قادرة إنها ترجع بأكتر من ميدالية أولمبية، ذهبي وفضي وبرونز. في نفس الوقت لعيبة الأهلي عندهم ماتش الحلم يوم السبت، جمهور الأهلي على موعد مع العاشرة الأميرة الإفريقية الغالية يوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. هيكون الأهلي ومجلس إدارته ولاعيبة وجهاز ولاعبي وجهازه الفني وجماهيره وجماهير الكرة المصرية المختلفة على موعد إن شاء الله مع التتويج باللقب القاري العاشر في تاريخ القلعة الحمراء في المباراة النهائية أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا. ومع كامل احترامنا لبطل جنوب إفريقيا، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي وحنكة مدربه بيتسو موسيماني قادرة على ترجيح كفة المارد الأحمر لغزو إفريقيا، وما بين سفر البعثة المصرية إلى طوكيو وسفر الأهلي إلى المغرب. في بيان شديد اللهجة من نادي الزمالك يرفض خلاله مواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر. الزمالك
ولجنته المعنية وجماهيره رفضوا المباراة وطلبوا بمبدأ تكافؤ الفرص. يا ترى اتحاد الكرة هيعمل ايه؟ ويا ترى الزمالك معاه حق ولا لا؟ وعلشان كده القضايا المثارة دي النهاردة في 90 دقيقة هنتكلم في الكورة، ومعانا اتنين من كبار النقاد الرياضيين في مصر، الناقد الرياضي أحمد الخضري، أهلا وسهلا بحضرتك، والناقد محمد القوسي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وحنعرف منهم إيه الكواليس والأسرار، وكمان معانا مداخلات من مصر ومن خارج مصر. اهلا بيكم معايا النهارده. اهلا وسهلا. هبدا بقى مع استاذ احمد. استاذ احمد، يعني شايف الاهلي فرصته قد ايه ان هو يعني يحقق العشره؟ طب الاول بحيي حضرتك على البرنامج الجميل ده، أشكرك. وعلى لعنه الله على اللايك والشير، عجباني جدا لان اقول قصي يعني معلقه معانا، يعني فعلا يعني عايزه حلقات اللايك والشير دي، عايز حلقات، حلقات كتير قوي. اه اللايك والشير فعلا والله. ناس شير من غير ما تبقى قاريه ولا عارف، ظلموا الولد وهو عايش وهو ميت وغيره كتير يعني وغيره. وانا بعمل شير، بيعملوا شير زي في امتحانات الثانويه العامه، مش عارفين المعلومه صح ولا غلط، بس اعمل شير اعمل شير، فده امر في منتهى الخطوره. بحييك على الجمله يعني. احنا دلوقتي تقريبا بس الاهلي على الوصول، يعني طلعوا بتاخد 5 ساعات، فطبعا على الورق وبالتاريخ لسه واصله المغرب حالا. بالظبط يعني زملائي في الكنترول بيقولوا اصل عندنا ايه بقى، في اهلي وزمالك في الكنترول، كل حته الكنترول مولع في كل حته. وانا في البيت اهلي وجوزي زمالك. عارف طبعا 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 ست النائب. وانتوا اهلي وزمالك كمان طبعا. يعني لا بس في حاجات لازم كلنا بنقف فيها مع النادي الاهلي طبعا، اللي بالتاريخ وبكل حاجه طبعاً. ان شاء الله فرصه الاهلي الاكبر والاقدر. ويمكن انا اللحظات اللي دايما اللي قبل السفر هي اللي بتفرق، يعني مصر كلها عماله تقول الاهلي الافضل، الاهلي ما فيش منافسه. عجبني الكابتن الخطيب ان هو حدد الباسه، ما فتحش الباسه. المفروض في النهائيات اللي زي دي وطياره خاصه بتبقى العمليه على البحري، وكله بيسافر وكله عايز يروح احتفاليه بقى يعني. فهو كابتن الخطيب كان يعني كان من الذكاء ان هو يحذر ان ما فيش احتفالات قبل البطوله، ان المباراه صعبه، ان فانا بقول ان الكابتن الخطيب بيلعب الدور الاكبر في الرحلات اللي زي دي، قبل موسيماني، قبل سيد عبد الحفيظ، قبل اللعيبه كمان، بتفرق القياده في المواقف اللي زي دي على الملعب وعلى الارض وكل حاجه. طبعا لا فرصه الاهلي كبيره جدا جدا طبعا، تاريخه كبير جدا يعني، واخدها قبل كده 9 مرات كمان يعني. بغض النظر ما ممكن يكون يعني المنافس يا ان شاء الله يا المنافس رب. المنافس في الدوري في ترتيبه الثامن في دوري جنوب افريقي ده مالوش اي علاقه طبعا. الماتشات اللي هي بتبقى نهائيات دي ما بتخضعش الا وقت اللعبه، وقت 90 دقيقه، لكن طبعا على الورق زي ما كلنا بنتفق ان الاهلي الاقدر طبعا يعني. استاذ محمد، الكوره ملهاش كبير طبعا، وممكن فريق صغير يحقق مفاجأة، ده ممكن يكون يعني سر انه يخلي جمهور الاهلي انه يكون قلقان من المباراة دي. هو ده الكلام، هو ده اللي احنا لازم نقف عنده. المباراة صعبة وصعبة جدا بالنسبة للنادي الاهلي. الاهلي مش رايح يجيب الكاس ويجي زي ما البعض متخيل. الاهلي هيواجه فريق شرس جدا. أيوة. فريق قوي جدا، فريق عنده طموح عنده احلام. يعني اصعب حاجة انك تواجه حد يعني هو ما عندوش حاجه يخسرها لانه ما عنديش تاريخ، عايز يصنع تاريخ على ما عندوش تاريخ، لم يسبق له الفوز بهذه البطوله، بطل افريقيا بالظبط، ما سبقش له الفوز بهذه البطوله في مواجهه فريق حصل على 9 مرات وهو البطل الاخير، واخد التاسعه من 6 شهور او 7 شهور. أيوه. فالمباراه صعبه جدا. فريق كايزر شيب وصل لنهائي دوري الابطال، ده معنى كده ان هو وصل لحساب الترجي وعلى حساب الوداد، ومطلع الوداد المغربي كسبان الوداد في ارضه في المغرب وراح اتعادل هناك. اي كلام تاني عن استحواذ الوداد وفرصه، كل الكلام ده ملوش وجود في كره القدم على الاطلاق. المهم الفرقه، المدرب اللي بيدرب فريق كايزر تشيفز ومدرب قدير، هو المدرب الذي كان يقود منتخب جنوب افريقيا في كاس الامم الافريقيه 2019 لما كسبونا هنا في مصر 1-0، وكانت كل التوقعات تصب في مصلحه منتخب مصر ان يكسب المباراه على ارضنا وسط جمهورنا، لكن هو جاب جون وقفل الدنيا. فهو بيلعب على كده، بيحاول يجيب جون من هجمه مرتده وبيقفل الملعب تماما وبيلعب على ده. فلا قدر الله لو الاهلي استقبل هدف مبكر من الفرقه دي هتبقى في العمليه صعبه جدا. لذلك على الاهلي ان يحتاط كثيرا ان شاء الله احنا اللي هنكسب يعني. لا ما انا بقول عشان الناس متخيله الامور سهله يعني. أيوه. يعني استاذ احمد، يعني تفتكر موسيماني هيخوض اللقاء ازاي؟ هيلعبه ازاي؟ هو يعني موسيماني دايما الماتشات اللي بره بيعرف يديرها كويس جدا،
جدا وخصوصا كازر الشريف ده بلده وفرقه حافظها. يعني انا استغربت من الناس اللي بتقول لا هو بيذاكر الفرقه، بيذاكر ايه ده؟ يعني ده هو حافظها، هو من جنوب افريقيا، يمكن من حظ الاهلي او من حظ موسيماني طبعا ان هي الفرقه المنافسه من نفس البلد جنوب افريقيا، فهو حافظ طبعا حافظهم طبعًا. يعني ولعب معاهم كتير طبعا. اذا كان سان داونز اللي هي فرقته اللي كان بيدربها قدر يكسبها، لا فموسيماني بيعرف يدير الماتشات دي، الماتشات الكبيرة بيعرف حق ربنا بيعرف يديرها. وميزة موسيماني ان هو ما بيلعبش كتير في التشكيل، الماتشات اللي زي دي الصعبة دي ما يعني لو اي حد في الشارع هيقول لك التشكيل مين، تختلف في لعيب، تختلف اثنين، هيلعب ثلاثة لعيبة في النص ولا هيلعب مثلا بالسولية واليو ديانج بس ولا يعني، لكن في طبعا في اماكن خلاص يعني. الميزة الأخيرة ان انت اي حد يقول لك تشكيل الأهلي 8 9 10 سهل جدا، هو ممكن هيغير في لعيب على الاكثر يعني، لكن هو موسيماني بيسيطر يعني مش او فلسفته ان هو يسيطر على نص الملعب وبرضه ما بيندفعش في الماتشات اللي زي دي. استاذ اوسي تفتكر يعني انه بالنسبه المئويه لفوز الاهلي كم في الميه؟ بص المباراه الفاينل دي بتبقى صعبه، لكن طبعا زي ما قال الخضري في البدايه خالص ان كل ترشيحات بتصب في مصلحه النادي الاهلي، يعني انا بفضل الله اتوقع النسبه المئويه 80% للنادي الاهلي. صح كده، حلو ده طبعا، اتوقع ده يعني ده الطبيعي ده انه يحصل. أيوة. لا لا ده الطبيعي وعلى فكره ان شاء الله يعني الاهلي. طيب انا هستاذنكم، هينضم لينا من المغرب سياده السفير اشرف ابراهيم سفير مصر بالمملكه المغربيه. مساء الخير سياده السفير. مساء النور يا دكتور. اهلا بحضرتك في 90 دقيقه يا فندم. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. سياده السفير عاوزين نطمن من سيادتك على وصول بعثه الاهلي والاستعدادات بالفندق اللي المفروض تكون فيه اقامتهم. هي بعثه الاهلي وصلوا بقالهم بالظبط تلت ساعه، يعني الطياره نزلت بقالها تلت ساعه. السفاره كانت في استقبالهم، انا الحقيقه كان عندي ظروف ما قدرتش اروح استقبلهم، انما في زملاء استقبلوهم وانا اتكلمت مع الكابتن محمود الخطيب اول ما وصلوا. هم بيخلصوا الاجراءات ويمكن يعني كتير ربع ساعه ولا حاجه يبتدوا يتحركوا للفندق ان شاء الله. طبعا أي. الفندق كل شيء مترتب والامور كلها تمام يعني. عايزين نطمن منك يا سياده السفير انه الاجراءات الاحترازيه مثلا انها تكون متوفره، اللي خدها كاف للحفاظ على لاعبينا لاعبي الاهلي خوفا طبعا من الاصابه بفيروس كورونا. هو طبعا يعني في اجراءات مش بس الكاف انما الحكومه المغربيه يمكن اجراءاتها اشد، طبعا هو الاتفاق انه سواء اجراءات الكاف او الحكومه المغربيه انه الاهلي وكايزر من ساعه وصولهم لغايه خروجهم ان شاء الله هيكونوا في فقاعه، يعني هيوصلوا ويبقوا في الفندق ما بيتحركوش من الفندق غير لملعب التدريب، يرجعوا تاني الفندق وهكذا لغايه يوم المباراه وبعد كده طبعا يسافروا. فدي اجراءات يعني الاساسيه اللي متفق عليها الكاف مع الحكومه المغربيه، وده اللي تم حتى في المباريات السيمي فاينال قبل كده. سياده السفير، هل في جمهور هيحضر النهائي ولا المباراه بدون جمهور؟ دي حاجه مهمه عايزين نعرفها. لا هي المباراه بدون جمهور، ده طبعا من ضمن الاجراءات الاحترازيه اللي بتطبقها بقى المملكه المغربيه، لانه لم تقم اي مباراه حتى الان من مايس اللي فات لحد النهارده فيها جماهير. حتى الكاف المباراة السيمي فاينال بتاعت الكونفدرالية اللي كان فيها بيراميدز مع الرجاء كان الكاف وافق على ان يبقى في 5000 واحد، لكن الحكومة المغربية رفضت. الحضور هيقتصر على البعثتين الرسميتين فقط، كل بعثة 50 واحد. وطبعا بعض المسؤولين مثلا السفير المصري، السفير الجنوب افريقي وبعض اعضاء السفارات بحكم التواصل، يعني عشان يبقى في تواصل ما بين الفرقه والسلطات المغربيه. عاوزين نعرف من سيادتك برنامج الاهلي في الدار البيضاء. هو البرنامج هيقتصر زي ما قلت على الفندق والتدريب ان شاء الله، طبعا في تدريب كل يوم، التدريب النهائي هيبقى يوم الجمعه قبل المباراه بيوم زي ما هو اللوائح للاتحاد الافريقي بتنص يعني ان شاء الله، بما عدا ذلك مفيش تحركات طبعا بحكم الاجراءات الاحترازيه. بنشكرك جدا معالي السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المملكة المغربية، وإن شاء الله الأهلي يرجع بالكاس ومصر كلها تفرح. هرجع للأستاذ الأوسي.
كنت بقول لك انه او قلت لي النسبه كام لنسبه فوز الاهلي في البطوله؟ جدا يعني احنا متوقعه بالورق بالتاريخ بالجغرافيا بكل حاجه 80% النادي الاهلي اكس، لكن الحاجات دي ما بيكونش ليها حسابات في كره القدم. يعني مثلا يمكن اليورو خدنا منها دروس كتير جدا، شفنا ماتش فرنسا وسويسرا لو كنت سالت اي حد قبل الماتش كام في المية كان اقول لك فرنسا 99% ولا 90% ودول النسبة الباقية. ماتش كايزر تشيفز نفسه انجلترا وايطاليا ماتش كايزر تشيفز والوداد نفسه ما كانش حد يتوقع على الاطلاق في المغرب ان الوداد ممكن يخسر قدام كايزر تشيفز. حتى بعد ما خسر في المغرب كانت هناك ثقة كاملة بنسبة 80% ان الوداد هيتأهل، لكن هي دي كرة القدم، هي دي الساحرة المستديرة اللي بتعمل كل حاجة، ملهاش كبير اللي بيجري على أرض الملعب حاجة والتوقعات كلها حاجة، ودي حاجة مش متوفرة غير في كرة القدم فقط. يعني ما تلاقيهاش في الباسكت مثلا، ما تلاقيهاش في الفولي، ما تلاقيهاش في الهاند بول، الحاجات دي الألعاب ليها قياسات وليها مستويات ما حدش يقدر يتخطاها يعني، إلا يعني ما ندر منه. فكل شيء متوقع في كرة القدم، وأعتقد النادي الأهلي يعلم هذا جيدا، موسيماني يعلم هذا جيدا، كابتن محمود الخطيب يعلم هذا جيدا، لذلك في تركيز شديد جدا من جانب النادي الأهلي على ان يحترموا فريق كايزر تشيفز يعني اشد الاحترام. ربنا ينصر الاهلي يعني. المصريه يا رب. استاذ احمد هروح معاك بقى لمحورنا الثاني في لقائي معك. تعليقك ايه على قائمه منتخبي الاولمبي؟ طبعا هي يعني خلاص اتعملت، بس انا يعني كان اتمنى ان هو مثلا حد زي محمد شريف مثلا طبعا انا اقصد اللي هي القائمه المشاركه في الاولمبياد طبعا يعني انا مثلا احنا لينا ثلاثه كبار، فكابتن شوقي غريب هو اللي حريه الاختيار عشان هو اللي هيتحاسب في الاخر، يعني هي شيلته خد الشناوي وخد حجازي وخد الونش. يعني انا كانت وجهه نظري حد زي محمد شريف كان المفروض يتاخد على حساب مثلا الشناوي او حجازي، على حساب واحد من الثلاثه. ليه؟ ان بعد ما فيش مصطفى محمد فيش محمد صلاح. أيوة. كان عايز لعيب في الحته اللي قدام دي زي مصطفى زي صلاح، يعني اعتقد كان محمد شريف مع تعلقه في الفتره دي كان المفروض يبقى موجود، لكن هي بس الكابتن شوقي غريب ان بيعرف التحديات دي ده ملعبه، بيركز جدا في الماتشات، ما بيفرقش معاه الاسماء الكبيره اسبانيا ولا ايا كان، تجاربه قبل كده ان هو بيلعب مع الفرق الكبيره دي الارجنتين وجاب البرونزيه قبل كده، فيعني وطبعا حقق البطوله هنا. فانا اتصور ان كابتن شوقي غريب رايح على ميداليه، مش رايح مجرد ان هو تمثيل مشرف يعني. ان شاء الله. اعتقد ان هو وهو برضو. مجموعه كل البعثه المصريه ان شاء الله، هو مجموعه اللعيبه يعني كلهم بيلعبوا في درجه اولى وبيلعبوا في اوروبا، يعني مجموعه كبيره جدا معاهم مدرب كبير زي كابتن شوقي غريب، اتصور ان هيرجعوا بميداليه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد تفتكر احمد ياسر ريان ممكن ان هو يعوض غياب مصطفى محمد؟ بص حضرتك، البعثه افتقدت اثنين من اهم لعيبه الكره في مصر، محمد صلاح رقم واحد ومصطفى محمد طبعا. طبعا احمد ياسر ريان مهاجم جيد ومتميز، لكن مصطفى ليه ستايل خاص بيه، ليه مستوى، كان ليه تجربه احترافيه اكيد استفاد منها كتير جدا، فكان وجوده كتير جدا هيفرق مع الفرقه. طبعا ما حدش صعب جدا تعويضه الحقيقه، يعني من الناس اللي احنا افتقدناها. هو طبعا ابرز اثنين مهاجمين دلوقتي مع المنتخب الاولمبي احمد ياسر ريان وصلاح محسن، ممكن يلعب معاه في هذا المكان. كان وجود مصطفى محمد معاهم اكيد طبعًا كان هيفرق كتير جدا طبعًا. لو كان محمد صلاح موجود كانت الدنيا امورها تختلف تماما، لكن ما باليد حيله، احنا شايفينه كان دايما غصب عنه يعني ليفربول لا رفض يعني. انه محمد صلاح يبقى اكيد كان في حساباته انه هو هيشترك. اللائحه بتقول كده ان النادي من حقه انه يرفض بالظبط يعني. يمكن انا دايما بتكلم للاسف كان نفسنا محمد صلاح كان نفسنا طبعا يعني، لكن ما مصر في الاولمبياد لكن خلاص يعني. ما احنا خلاص ما باليد حيله خايف حساباتنا يعني. دايما بتكلم انا والخضري ان احنا لدينا منتخب اولمبي قوي يستطيع ان يمثل مصر في كاس العالم في كرة أكبر حاجة في كرة القدم، جيل محترم يعني. جيل محترم، ودول اللي هيحملوا الراية خلال سنتين ثلاثة مع المنتخب الأول لا شك، لأنه جيل كله مواهب، عندنا لعيبة محترفة، عندنا لعيبة مميزة في كل المراكز، عندنا لعيبة أصلاً بتلعب بقى لها 4-5 سنين في الدوري الممتاز ومعتمد عليها، يعني من ضمنها أحمد ياسر ريان هداف الدوري المصري رقم واحد، مهاجم رقم واحد في مصر دلوقتي. عندك رمضان صبحي، لا يعني لو عندك أكرم توفيق في النادي الأهلي حاجة عظيمة جداً، صلاح محسن في النادي الأهلي، لا مجموعة كبيرة جدا موجودة. رغم اختلافنا مع الاختيارات اللي خدها كابتن شوقي بضم الشناوي والوينش وحجازي، وكنا نتمنى ان يكون عنده لاعب عنده دوافع هجومية يعوض غياب صلاح وبتاع، لكن في النهاية احنا بنحترم هذه الاختيارات وبندعمه بكل قوة،
وهو اللي هيحاسب على الفاتوره في الاخر. استاذ احمد عشان اهلاوي بيقول لك شريف كان يعوض. لا ولا انت زملكاوي؟ انا اسف. لا شريف، لا شريف اصلا متالق في الفتره اللي فاتت دي طبعا، كان من حقه ان هو يبقى موجود مصر الاول. فانا مع عدم وجود مصطفى محمد كان لازم يبقى حد زي شريف اعتقد، لكن انت جاي واخد الدفاع كله، دي صعبه قوي. دي اتصور ان هو يعني هناك هيدفع الفاتوره. هو حاسس ان يعني النقطه الاقل اللي عنده هي المنطقه الخلفيه في الفرقه، فعشان كده خد اثنين مدافعين اقوياء يعني امن الدفاع، محمد الشناوي حارس مرمى، وقدامه اثنين من اقوى المدافعين في مصر، حجازي مدافع منتخب مصر وبيحترف في السعوديه، والوينش مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر. اعتقد ان دول هيكونوا ضغط. مين هيجيب الجول؟ عندك احمد ياسر ريان، عندك صلاح محسن، عندك لا كده هيكون عندك بدائل ان شاء الله تقدر تتحرك فيها بشكل جيد وبشكل مميز ان شاء الله. ربنا هينصرهم يعني باذن الله. استاذ خضري عايز اسالك سؤال. هل تفتكر قرار شوقي غريب، كابتن شوقي غريب، سحب شارط المنتخب من رمضان صبحي ومنحها لحجازي، هل ده في ظلم من رمضان صبحي؟ لا. ليه هو دلوقتي هي العرف عندنا طول العمر هي بالادميه، فهو ما ينفعش يبقى موجود حجازي ورمضان يبقى الكابتن. ما ينفعش يعني حجازي برضو لعيب كبير ولعب دوريات اوروبا وبيلعب دلوقتي في السعوديه، فحجازي خلاص اوكي. ده حجازي كان كابتن على صلاح، فمن باب اولى يبقى كابتن على رمضان. فهو اتحط رمضان اللي هو يبقى بعديه نمره 2. طب في المنتخب الاول كابتن حسام البدري سحب الشاره من احمد فتحي والاكبر سنا ومنحها لمحمد صلاح. لا صلاح قصه ثانيه. صلاح ازاي يعني؟ صلاح حته لوحده ما حدش يتقارن بيه يعني. صلاح في اي حته لازم يبقى هو الكابتن. صلاح ده حدوته حاجه لوحده خالص يعني. ما ينفعش اقول لا صلاح، لكن نشيل صلاح خلاص هتبقى بالادميه. بالادميه يبقى حجازي وبعدين رمضان، واتصور ان رمضان متقبل هذا الوضع يعني، او عليه ان يتقبل هذا الوضع يعني. هو بعد يا استاذ محمد. لا طبعا بتفق معاك تماما، لان ما ينفعش ان انا كابتن في منتخب مصر. ده حجازي المفروض هو كابتن منتخب مصر. لما ينزل منتخب اولمبي المفروض هو يبقى كابتن منتخب الاولمبي، ورمضان لما بيلعب مع المنتخب الاول بيبقى حجازي كابتن عليه، فمش معقوله لما ينزل منتخب الاولمبي يبقى كابتن. لا هي تيجي من رمضان يعني، هي تيجي من رمضان. معلش انا عايز اسالكوا يعني سؤال شخصي بيلح عليا يعني. انا اهلاويه والناس عارفه يعني، مصر كلها عارفه، بس انا بحترم الزمالك. هو كان ليه مستوى رمضان صبحي تراجع بعد ما انتقل لبيراميدز؟ طيب تجاوب ولا اجاوب؟ مين انتوا الاثنين؟ جاوبوني. طيب. اتفضل حضرتك ماشي. الاول اتفضل. طبعا هو جاي وراي عنده طموح وعنده احلام وعنده يعمل مع ما بيرطوح. الاستاذ القصي مش عاجبه بيقول لك طبعا عنده، لكن هي الفكره طبعا اتعمل عليه ضغوط، سنه صغير اتعملت عليه ضغوط غير عاديه. جماهير الاهلي، السوشيال ميديا الاهلاويه، ده المبرر، ده بقى يكلم نفسه. يعني رمضان صبحي انا عارف ماشي كده في الشارع بيكلم نفسه، فهيلعب كوره ازاي؟ لكن هو كلاعب، لعيب كبير جدا جدا، هو كسن ده ما قدرش يقف قدام الضغوط دي. ايوه ما قدرش يقف طبعا يعني. انا بقى نفسي بقى الاستاذ القصي يرد بقى. أيوة. بدالي. لا بص، فرق كبير جدا من انك انت تكون في النادي الاهلي وعندك المنظومه الكبيره دي وعندك الجمهور الكبير ده وعندك كل الدعم ده، فبتبقى يعني بتاخد يعني ثقة كبيرة جدا وبتاخد دفعة كبيرة جدا من الجماهير ومسؤولين ومن الإعلام. فلما انتقل ده بقى عكس، زي ما بقول خضر اتعرض على ضغوط كبيرة، هو ما قدرش يقاوم الضغوط دي. أيوه. الحقيقة يعني. وغير رمضان لما راح هناك قال لك أنا رايح أخد بطولات وراح أحقق إنجازات. يعني أنت سايب النادي الأهلي وراح تحقق إنجازات في فرقة تانية عمرها سنتين أو ثلاثة. أيوه. ما كملتش سنتين في الدوري المصري. ممكن تحقق طموحات فيه بالظبط يعني. فطبعا كانت كلمة صعبة، ويعني الموقف بقى صعب جدا بالنسبة له الحقيقة. تعرض لضغط كبير جدا أثر عليه فنيا، نتمنى أن يتجاوز هذه الضغوط مع المنتخب الأولمبي. كبير طبعا يعني. كبير. المهارات عنده، الأساسيات عنده بدني، عنده فني، عنده كل الحاجات دي، لكن طبعا الضغوط دي كانت صعبة كبيرة جدا 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 عليه. ويمكن الضغوط فرقة بيراميدز كلها مش متحملة الضغوط، بدليل أن الفرقة دي وفرت لها كل الإمكانيات وكل القدرات الماديه والبشريه والفنيه والاداريه والتدريبيه، ورغم ذلك ما قدروش يحققوا بطوله. الدكتوره بتسال على رمضان صبحي دخل على بيراميدز على طول، اصل اي حد من الاهلي بتيجي تسير بيراميدز لازم يكمل الموضوع للاخر. لا طبعا هي تجربه كويسه، بس كانت عايزه شروط معينه. بتصادر عليه يا استاذ؟ لا 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 استاذ احمد. لا ما اقدرش. طب انا عايزه اسال حضرتك سؤال. حضرتك اصل احنا بنعمل برنامج مع بعض على اليوتيوب اسمه اهلاوي وزملكاوي، فانا على طول كده فدايما بيصادر على ارائي كده. شفت انا اكتشفته ازاي بقى؟
بالظبط الاهلاويه بيكتشفوا عندهم سنس عالي. ايوه طب استاذ قصي تفتكر انه رمضان صبحي ممكن يرجع الاهلي تاني ولا اللي اتكسر ما يتصلحش؟ لا اللي اتكسر ما يتصلحش. اللي اتكسر ما يتصلحش. اللي اتكسر ما يتصلحش. ممكن يصلح ممكن يصلح في حته ثانيه. يتصلح في حته ثانيه. ايوه ده بقى السؤال اللي عايزه استاذ احمد يجاوبني عليه. تفتكر او تتمنى رمضان ان هو يرجع ويلعب في الاهلي؟ مستحيل يرجع الاهلي ولا جماهير تقبله ولا الاداره. يبقى ولا معلش يعني أوه. يبقى عايز يروح الزمالك. ما هي كده من قصدي كده ما اقول لي طلع في حته أيوة. تانية انا بقصد الزمالك ليه؟ رمضان لو قاعد يلعب 100 سنه في بيراميدز خلاص ما هو لازم ما عندوش الظهير الاعلامي، ما عندوش الظهير الجماهيري اللي هو يحميه. ايوه كلامي واضح يعني السوشيال ميديا رمضان الصبح يا عيني ما هيلحقها منين ولا منين، لكن هو من جواه لا ما حدش يقدر يقف على الطيار ده قطار. لكن هو ما قدموش غير ان هو طلع عايز يرجع عايز يلعب كوره خلاص، هو اكتشف ان مع الفلوس برضو عايز كوره. فهو الحل الوحيد بالنسبه له هو الزمالك. هو انا توقعاتي ومعلوماتي مش هيقدر يكمل في بيراميدز، ممكن يروح الخليج او يروح بره، وبرضه تجربته في اوروبا صعب ان يكرر تجربه في اوروبا، فهو قدام الخليج وقدامه الزمالك. لو قعد في مصر هنا هيقعد سنه واثنين وثلاثه في بيراميدز هيبقى نفس المنوال يعني. فهو الزمالك بالنسبه له هيدي له الظهير الجماهيري، هيلاقي جماهير مع ان احنا ما فيش اهلي يعني انا اوكي الاول مستحيل يرجع الاهلي، فهو طريقه ما قدامش غير الزمالك. ما هو رمضان صبحي ما بيدورش على الظهير الجماهيري، هو بيدور على الظهير الطموحي. ما خد لا 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 على مش طموحي المادي خلاص خد الفلوس المشكله، لكن هو المادي بالظبط. ايوه هو مش هيقدر، ما هو كده مش هيلعب كوره، وعشان يلعب ويتالق ويفوق لازم هو فرقه يا اهلي يا زمالك، اهلي مقفوله فهو قدامه الزمالك، وانا معلومات ان هو عنده رغبه كبيره ان هو يروح الزمالك، فهي اللي هتحقق له مسانده جماهيريه ومسانده اعلاميه ترجع للماضي. مكملين مع نادي الزمالك استاذ اسيد. بس هو رمضان عنده طموح ان يروح الزمالك تمام، والزمالك يامل ويطمع ان هو ياخده. لكن المشكله في مشكله هتقف يعني عقبه كاود في انه يروح نادي الزمالك. المقابل المادي طبعا ده مدفوع فيه 100 مليون طبعا، هل الزمالك يدفع فيه 100 مليون عشان ياخده؟ يمكن يروح لهم هديه يا استاذ محمد. انت بقى على زي اللي راح قبل كده يمكن يروح لهم هديه صح ما تعرفش. ممكن لو كده ممكن حد طول لا رمضان مضافه طبعا لاي فرقه. طب انا عايز اعرف تعليقكم ايه على بيان نادي الزمالك برفضه للعب مباراه اسوان في الكاس. الاستاذ احمد اتفضل. ده الاستاذ كده ما اتكلمش خالص حقيقه. لا ما الزمالك خلي احمد. انا بهزر. لا هو طبعا هو بيان طبعا لا ده ما فيش حاجه كده في الكوره خالص. احنا مشكلتنا في اتحاد الكوره ان احنا شخص هو اللي بيدير المنظومه بس، وده ما ينفعش. مصر اكبر من كده خالص. احترامنا للمهندس احمد مجاهد صديقي وصديق القوصي وشخصيه محترمه، بس هي الاداره بتقول ان ما ينفعش شخص او اثنين هم اللي يديروا الكره في مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه وبرضه نطلع الاهلي بره الموضوع، ما ينفعش اقول له الاهلي مضغوط فلازم اضغط الزمالك، الكلام ده مش في الكوره. هو قال لي الاهلي مضغوط فانا الزمالك عنده ماتش دوري مع الاسماعيلي وبعدين مع الاتحاد او العكس 6 و9 فانا او 12 فانا احط يوم 9 بالنسبه لهم ماتش في الكاس مع اسوان سيمي فاينل وفرق لسه ما لعبتش دور 16. الكلام ده مش في الكوره خالص طبعا. ده رايي في رايي في اتحاد الكوره. انا عايز اكمل بس البيان الزمالك طلع ليه. اول ما طلع كده حتى كارتيرون في فرنسا كلموه قال لهم لا انا مع عمري ما طلعت تاجيل بس ده مش فير مش هلعب، وبقيه الجهاز برضو اتفق على هذا الكلام. فمجلس الاداره او اللجنه اللي ماسكه الزمالك دلوقتي لقت ان لازم تعترض وتعترض بقوه يعني. طيب الاستاذ القوصي تعليقك لا على بيان نادي الزمالك. بصي ما هو بيان نادي الزمالك ده طالع امتدادا لسوء الاداره للمسابقات المصريه، سوء الاداره، وده الكلام اللي كان النادي الاهلي بيعترض عليه لما لعب النادي الاهلي. كان بيلعب الاهلي كل 48 ساعه وكان الاهلي بيصرخ من هذا الكلام وما كانش حد سمع الكلام، فلما النادي الزمالك اتحط في المازق ده وشافه اعتقد ان هو حس بالالم اللي موجود فيه. يمكن الزمالك لما اتضغط بعض المباريات اتاثر كتير وخسر بعض النقاط. فعمليه احنا بصي يعني عندنا عمليه لخبطيطه كده في اداره المسابقات المصريه. يعني احنا بقالنا دلوقتي تقريبا 3 شهور كل اسبوع قدر بيطلع جدول 3 4 ايام بيصحى من النوم يعمل جدول مختلف يعني لو الناس عندها ثقه في اتحاد الكوره واتحاد الكوره ده مالي مركزه، مفيش حاجه اسمها لما احط جدول واعلنه يطلع نادي يقول لك لا انا مش هرفض اللعب. الكلام ده مش موجود في اي دوري في العالم. عارف لكن ليه؟ عارف ليه؟ عشان تصريح نفسه رئيس اتحاد الكوره ما ينفعش. بالظبط يعني احمد مهندس احمد مجاهد بيعمل تصريحات وبيعمل حاجات. انا بحييكم على روحكم الرياضيه والصداقه دي رغم اختلافكم يعني. لا طبعًا كل واحد انتمائه لنادي مختلف عن التاني يعني. بص يا استاذه يعني احنا عندنا فكره شغالين عليها في حياتنا انا والخضر كمان لو ده منكون، اللي هي ان الاختلاف في الراي لا يوصل للود قضيه.
وان احنا عايزين نوصل المسج للناس كلها وللاهلاويه والزملكاويه ان نحب ناديك زي ما انت عايز، دافع عن ناديك زي ما انت عايز خالص. بدون تعصب وبدون ما تغلط في الثاني وبدون ما تتجاوز. شوف يعني القاضي هو رايه، انا ماليش دعوه بيه، انا والراي هو نفس الحكايه. ما تسفهش من راي المنافس، ما تتحقرش منه. لما تكون فايز ما تذلوش، لما تكون خسران يعني ما تبوظش فرحته. ده اللي احنا شغالين عليه، عندنا ثقافه التقبل اللازمه يعني. طيب انا اخر سؤال هختم بيه فقرتنا، وعايزه كل واحد يعني يديني اجابه. مين بطل دوري مصر السنه دي؟ الاستاذ احمد. محتاجة إجابة سريعة. الزمالك. الزمالك. الأهلي. الأهلي. طبعا. وأنا بقول الأهلي. والبيت. والبيت. الجوز. الزمالك. الزمالك. وعلى فكرة وبابايا بقى متعصب كبير. الزمالك يا بابا. انقسامات يعني. دي هي دي جمالها. ده جمالها. اه طبعا. أنا بشكركم جدا. شكرا يا فندم. ونورتوني وكنتوا ضيوف عزاز على 90 دقيقة. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، خلصت حلقتنا النهاردة، ونشوفكم بكرة في أحداث جديدة في 90 دقيقة، وتصبحوا على ألف خير.